يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. وإن هم قوم لا يتقون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، ويغفر لكم، والله غفور.